هذه بوابة الزمن مجرد ما عبرناها عدنا إلى عصر وعهد بني مرين، 7 قرون 700 عام، تحفة معمارية، جوهرة فنية. طبعاً هذا تلاقح حضاري ما بين المغرب ما بين المشرق ما بين الأندلس، كله في هذه الصدفة، في هذه اللؤلؤة، مدرسة العطارين. سموها مدرسة العطارين لأنها بحي العطارين، ومدينة فاس مدينة مصممة وفق خطة محكمة، عدة دوائر. الدائرة الأولى الأماكن الرئيسية، جامع القرويين، ضريح المولى إدريس، بعدها الأسواق التخصصية، الدباغين، الصباغين. في قلب هذه الدائرة هذه التحفة المعمارية، وهي مي مجرد مدرسة، إحنا إذا دخلناها ندخل إلى متحف للفن في المغرب، متحف للفن عبر الزمن. وكل هذا المشروع الكبير للمهندس عبد الله بن قاسم المزوار، ويلفظ له بالعريف وأيضا بالمعمار، وأبدع أيما إبداع في إنتاج هذه المفخرة العلمية، حتى أن الناس بعد ما شاهدوها سموها بالمدرسة العظمى أو المدرسة الكبرى، يصفها المؤرخين المغاربة بأنها آية في البناء، ولم يسبق أن بني مثلها في المغرب من قبل.